لكم وحكاية يوم جديد مع بعض بنفتكره زي النهاردة. زي النهاردة 6 مارس 1521 اكتشف فرناندو ماجلان جزيرة غوام. أما سنة 1902 اتأسس نادي ريال مدريد، وسنة 1957 كان استقلال غانا عن المملكة المتحدة. أما سنة 2014 اكتشف علماء عينة حية عمرها 30,000 عام لفيروس بيثو، وهو يعتبر أكبر فيروس مكتشف حتى الآن. أما عن اللي رحلوا عن عالمنا زي النهاردة، فسنة 1040 رحل ابن الهيثم، وهو عالم رياضيات وبصريات وفلكي وفيزيائي عربي. أما سنة 1973 رحلت بيرل بوك، الكاتبة الأمريكية الحاصلة على جائزة نوبل في الأدب، واللي من أعمالها The Good Earth. وسنة 2016 رحلت نانسي ريغان، زوجة رونالد ريغان الرئيس الأربعين للولايات المتحدة. أما عن الأعياد والمناسبات، فزي النهاردة 6 مارس من كل سنة هو يوم الألامو في تكساس نسبة إلى معركة الألامو. وزي النهاردة 6 مارس 1978 عرض فيلم القضية المشهورة لأول مرة بسينما بيجال بعماد الدين. الفيلم تأليف وإخراج حسن الإمام، وبطولة فريد شوقي، عفاف شعيب، رشدي أباظة، سمير صبري، لبلبة، كمال الشناوي، زهرة العلا، والسيد راضي. أما سنة 1978 كان العرض الأول لفيلم رحلة داخل امرأة، قصة وحوار صبري موسى، سيناريو رفيق الصبان، وإخراج أشرف فهمي. والفيلم من بطولة نادية لطفي، نور الشريف، نبيل عبيد، شكري سرحان، توفيق الدائن، وحسين الشربيني. وزي النهاردة 6 مارس 1989 عرض فيلم عائلة مشاغبة جداً لأول مرة، الفيلم بطولة أحمد بدير، وحيد سيف، سمير صبري، إسعاد يونس، ونجاح الموجي، وإخراج إسماعيل حسن. خلصت حلقتنا، وبكرة حكاية يوم جديد زي النهارده.